بداخل مادة غير معروفة. يزعم العلماء الروس اكتشافهم لامرأة تبلغ من القدم 800 عام بداخل تابوت من الرخام عالي الجودة. كانت تلك المرأة تعرف عند السكان باسم الأميرة تيسولسكي. في سبتمبر من عام 1969 في قرية ريزهاف تيسولسكاغو بمدينة كيميروفو الروسية، تم العثور على تكوين محفور تحت الأرض أثناء العمل في منجم للفحم. داخل المنجم وعلى عمق أكثر من 70 مترا، عثر عامل منجم يدعى كارنا أوخوف على تابوت من الرخام مصنع بدقة لا تصدق. قام أليسكاندرو فيكماسالجينا الذي كان مسؤولا عن العمل في المنجم بهذا الوقت، قام بوقف العمل في المنجم فورا. تم حمل التابوت إلى السطح وبدأ العاملون في محاولة فتحه عن طريق النحر في المعجون حوله. لم يتأثر المعجون كثيرا، ولكن بفعل حرارة الشمس شيئا فشيئا بدأ المعجون بالذوبان. لقد كان ما رأوه بمثابة صدمة للجميع. كان التابوت ممتلئا بسائل كريستالي لونه أزرق وردي. بداخل التابوت كان هناك جثة امرأة رفيعة باهرة الجمال، يبدو عليها أن عمرها يقارب 30 عاما، ذات ملامح أوروبية رقيقة وعيون زرقاء كبيرة. وكان غطاء التابوت لونه بني داكن. كانت ترتدي ثوبا شفافا مزينا بالدانتيلا الأبيض يغطي جسدها حتى ركبتيها، وكانت أكمامه قصيرة مزينة بالزهور الملونة، وبدت وكأنها نائمة وليست ميتة. كان على رأسها صندوق مستطيل لونه أسود ومربوط بهاتف مشابه للهاتف الخلوي في العصر الحديث، وكان حجمه من 10 إلى 20 سنتيمترا. بعد حوالي 10 إلى 15 ساعة كان التابوت مفتوحا ليراه الجميع. توافد الأهالي ليروا هذه العجوبة، ومع ذلك في أقل من 24 ساعة تم إبلاغ مركز المقاطعة عن هذا الاكتشاف الغامض. أكد رجال الإطفاء والجنود ورجال الشرطة العثور على هذا الاكتشاف. وفي الساعة الثانية ظهرا من هذا اليوم هبطت مروحية إلى المكان وأعلنت أن المكان أصبح ناقلا للعدوى، وتم نقل الجميع منه على الفور. أغلقت السلطات المكان ووضعت كل من لمس التابوت في الحجر الصحي، حتى أولئك الذين كانوا قريبين منه فقط. ما زالت هذه القصة التي لا تصدق تروى بين القرويين في هذه المنطقة من روسيا، ويصدق عدد قليل فقط من الناس أنها صحيحة. ولكن بمجرد أن تبدأ بالبحث أكثر في هذه القصة يمكنك أن تلاحظ تفاصيل غريبة. وفقا لرواية شهود العيان هذا ما حدث. تم نقل التابوت إلى المروحية، ولكن كان الحمل ثقيلا للغاية، لذلك لجعل الأمر أكثر سهولة تم التخلص من هذا السائل الغريب. وبعد إزالة السائل من التابوت بدأت الجثة بالتحول إلى اللون الأسود أمام أعين الجميع. وعندما تم سكب السائل عليها مرة أخرى اختفى السواد فورا. بعد مرور دقيقة واحدة بدأت خدود المرأة في التورد مرة أخرى، وبدأت بقاياها تبدو عليها الحياة من جديد. تم إغلاق التابوت وتم إحضار مروحية لنقل ما تبقى منها في أكياس السلوفان. بعد 5 أيام جاء بروفيسور من مدينة نوفوسيبيريسك لعمل تقرير عن النتائج الأولية للاختبارات المعملية للجثة، وقال البروفيسور إن هذا الاكتشاف سيجعله يعيد قراءة التاريخ مرة أخرى. كما أوضح أنه عندما ينشر العلماء السوفييت دراستهم سوف يصاب علماء العالم بصدمة كبيرة. إن عمر هذه السيدة كما أوضح البروفيسور هو 800 عام، وهذا على أقل تقدير. وكان عمر تلك الجثة أكثر من عمر اكتشاف الفحم، وبما أنها كانت مدفونة بالقرب من الفحم الذي وجد حول تابوتها فهذا من شأنه دحر نظريات داروين للتطور. ولذلك أمامنا بديلان، فإما أن الإنسان كان موجودا قبل الفحم على الأرض وهذا كان منذ 650 إلى 800 عام، أو أن الفحم لم يتكون في هذا العصر وتكون عندما كان الإنسان موجودا بالفعل. وعلى كل حال فإن نظرية التطور أصبحت قابلة للشك، ولإنقاذ نظرية التطور تكهن البعض أن المرأة الجميلة التي عثر عليها في التابوت ممكن أن تكون من الفضائيين، ولكن التحليل الجيني الذي تم على جسد هذه المرأة أثبت أنها تعود للإنسان المعاصر وجسدها مماثل لأسلافنا تماما منذ 800 عام. إذن فإن نظرية التطور لا وجود لها. إن نوعية القماش التي ترتديه تلك المرأة لا يمكن إخضاعه للتحليل العلمي، كما أن إنتاج هذه المادة ليس موجودا الآن. لم يكن من الممكن معرفة هوية تلك المرأة ولا السائل الأزرق الذي يحيط بها، ولكن أمكن تحليل بعض مكوناته ووجد به بعض الأنواع من البصل والثوم. أما عن غموض هذا الصندوق المعدني الذي وجد بجانب رأس المرأة
فلم يقل البروفيسور عنه أي شيء، وكل ما ذكره أنه جار دراسته. لقد كان مستوى الحضارة في زمن هذه المرأة متطورا كثيرا مقارنة بيومنا هذا. كيف تم إسكات الأهالي؟ فلقد قل السخط على الفور عندما أصبحت المنطقة محاطة بالجنود، وذهبت الشرطة من منزل إلى منزل لتقضي على مثيري الفتن من السكان. أما عن المكان الذي عثروا فيه على التابوت فقد تم حفره بعناية وتغطيته بالتراب. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات، كان بين سكان القرية بعض المدافعين عن الحقيقة، وحاول أحدهم البحث عن الحقيقة بطريقة مستميتة في محاولة معرفة الحقيقة حول هذا الموضوع، حتى أنه كتب رسالة إلى اللجنة المركزية للحكومة، لكنه توفي بشكل غامض في غضون عام وفقا للرواية الرسمية. وفي خلال العام نفسه توفي 6 شهود عيان ممن رأوا التابوت توفوا في حوادث سيارات مختلفة، واحد تلو الآخر من أجل إسكاتهم إلى الأبد. في عام 1973 وعلى شواطئ جزيرة بيرشيكول وعلى بعد عدة كيلومترات من مكان الاكتشاف خلال الصيف وحتى أواخر الخريف، استمرت أعمال تنقيب واسعة النطاق ولكنها أجريت في السر. كان الموقع محاطا بالجنود والشرطة، ولكن ذات يوم قام عامل ممن شاركوا في أعمال التنقيب بالذهاب إلى منطقة تسوق في حالة السكر، وقال أن مقبرة غريبة قد تم اكتشافها في تلك الجزيرة. ومن حينها ظل سكان القرية في المنطقة يراقبون، وذكروا أن مروحية كانت تخرج شيئا من الموقع. يوجد أيضا على شواطئ وبحيرات بيرشيكول عدة مقابر تحت الأرض والتي يمكن إيجادها مدفونة تحت الأرض. وبذلك وبأخذ كل ما سبق في الاعتبار، فإن الجنس البشري من الممكن أنه تواجد على الأرض قبل التاريخ الذي كنا نعرفه بزمن بعيد، وذلك حسب ما يؤمن العلم. ربما يكون الجنس البشري قد تطور في كوكب آخر، المريخ أو ما شابه، ونحن البشر قد انتقلنا إلى هنا من أجل أسباب غير معروفة علميا. ربما تكون قصتنا أعمق بكثير مما يتصور. إذا كانت قصة الأميرة صحيحة ولو بنسبة بسيطة، فقد يكون هذا اختبارا من الكائنات الفضائية، أو ربما يكون السفر عبر الزمن، أو ربما يكون أكبر كشف لزيف النظرية الداروينية على الإطلاق.